واخا القبيه مهزوزه عليا من حداق الصيف، شي بحال دوك التيشيرتات ديال 25 درهم فاش كتصبن وكيطلع اللي كيشري هشام من الاول، ولكن نتوما كتشوفوها الفوق. مشيت لبست الجاكيطه الدراري، حيت الجاكيطه هي اللي تقدمت بها، ودرت هادي ديال العمق اللي دارني حيت كنت كنعس في الارض تما في الحبس. كما كتعرفوا الياس اللي كان كيلعب كره ودوز بزاف كره، تيستهنى في الدفاع الحسني الجديدي، ما قبلوش في الكادي وجاي راجع للدار داير يدو جيب وجبهته مكمشه. الياس اللي خرج من بيت السادس، دوبل في الاول، دوبل في الثاني، دوبل في الثالث، دوبل في الرابع، دوبل في الخامس، دوبل في السادس، تيسلا ما فهموهش. خرجت العام اللي وراه احسن ايام الحلاوه في الشوماج وما كاين لا قرايه وكنخرج نوقف في الدار وبزاف د الحوايج. من بعدها اكتشفني واحد المدرب اللي سميتو مصطفى البرص، راه مجوج وعايش في كازا دابا. ايه وليت كنلعب كره، مشيت للترجي الجديدي هنا كاينه في الشهب، لعبت معاهم. وراها مشيت للرشاد البرنوصي، وهذيك هي الطفره النوعيه ديالي. شافني خربوش قال لي انت غتسيني، قلت ليه مرحبا. دخلت ترينيت مع الجينيور، ترينيت مع لي سبوار، ترينيت مع الكبار، مشيت لليفار. ليفار ما بغاش يعطيني الرشاد ورقيه، جيت رجعت لمدينتي وجبت معايا واحد الحكه من كازا ديال العزيات، كنت كنعس مع العزيات اللي تم، جبت معايا الحكة وعام وما كاين ما يدير وقلاوي. جات الكورونا، جات الكورونا. الكورونا الياس كأي انسان كيشوف اللايفات ديال منال ونهار هذاك جبدو عليه، وكتشوف عادي وتشوف طوطو وكتشوف الناس وانت يا مواطن وما عارفش القوة اللي عطيك الله، انت دخانة وساكت. جا واحد النهار دخلت واحد الجروب اللي سميتو حسن ماريو كوتي سبور، فيه زكريا وفيه عمر وفيه حسن ماريو، من احسن الجروبات اللي دازوا في تاريخ المغرب بسبابي، والجروب تعرض بسبابي، وانا اللي شهرت الجروب وانا اللي عطيت رونق خاص للجروب. بديت داخل معاهم، هنا غندوز معكم الفصل نفتح معكم كيفاش دخلت للسوشيال ميديا. ما عليناش، ودائما نحن في برنامج لن تسير وحدك مع الياس، لا كنتي في وجده ولا كنتي في مكناس ولا كنتي في الاربعه العونات ولا كنتي موظف في السجن، راك لن تسير وحدك مع الياس. حاجه اخرى، دخلت لهذا الجروب بداو كيحاربوني حيت كنت انا من عند الناس، انا ذكي كنكتب شي ستاتي واعر وداكشي، انا جايكم للحبس كنكتب شي ستاتيات وداكشي، داروا عليا النقابه جروا عليا. فاش رجعت درت انستغرام، بديت نقول الدراري يلا انستغرام وكذا، ودي شويه كندير لهم لايفات، كنطلع 100 200 وكل كونسيف بدا كيكبر، من حياه بسيطه الكوتي سبور لعبوا هذه كتخسر كندير لايف كاعي. شويه تعرفت على ناس، بديت غادي هو هذاك، شويه وصلت لذاك الياس اللي عرفوا بزاف الناس، واللي ماشي راه هو هذاك الياس، هذاك الياس عبد العزيز ضحى بزاف الحوايج حيدهم على ود ستاتي، على ود المالكي، والمالكي راه هو المالكي. وصلت لشي حوايج اللي نتوما عارفينهم، 2023 احسن ستريمر في العالم مع سبيد ومع في العالم، وما كتبوش عليا هنا في الجورنال، ما عيطوش عليا الميديا، كلشي كيحشرني، حتى واحد ما مسوق ليا معايا التومه وداكشي اللي غايدهم هما، باش نكونوا فاهمين. جا المشكل مع الدري هنا اللي كان ولد جديده، ضربتو بثلاث لكمات ومقصيه، ماشي انا اللي صور، الدري اللي صور كان غادي لسيدي بوزيد، ماشي ولد جديده واش كازا. تلاح الفيديو، الدري خدا جبر الضرر، دار تنازل. الياس بقى هربان 7 شهور. الياس اش كيدير في هاد 7 شهور؟ تخيلوا لي انا اش كنت كندير، هربان والبوليس، وكنتي كتستريمي واخا ما كنتي والو ولا شي حاجه، ولكن تخيل، تخيل عام قل شهرين وانت غا كتكون صومي جضبي شري كزبي شري، 20 درهم ولات كتجيني كثيره. النهار اللي جا قدمت راسي، نهار شهر 5/10، مشيت عند البوليس بديت نبكي، بديت نضرب في راسي باش ما يضربونيش،
بغيت ندير انا اش درت انا اللي درت هادشي وفي قول العصبي باغي الطبيب ديالي اقسم باش ما يضربونيش حيت كانوا غيضربوني مشيت بالتبجيل الغد غادي تقدم عند القاضي التحقيق بكيت على قاضي التحقيق حتى صدام سولت عليه راه بكى راه ما صوروش والله ما باقي نعاود غادي تسمحوا لي ولا والله صديق عيد والله يا جاي غلطت والغلط وارد في الحياة والغلط وارد في الحياة سعادة القاضي ارحموا قوم عزيز دل سعادة القاضي وكبدي الديوان ويا وقوي بوليم يوداع ديك الهضره كامله مشات يوداع سيدي موسى سيدي موسى فاش دخلت اول حاجه قالوا لي حصل الشعر قلت لهم لا بغاو يقلبوني قلت لي خويا حشومه تقلبني انا راه ما تاجر مخدرات بعت شرف 2012 ولكن انا ماشي مجرم وداخل مؤسسه التسيير خاصو يكون ذاتي ماشي موضوعي ما تموضعش كلشي تقلبوا فيك عرف معني دير داكشي قلت لي جيب لي رئيس المعقل جيب لي رئيس المعقل قلت رئيس المعقل جيب لي المدير جيب لي المدير قلت لي المدير شنو خاصني ندير دابا قال لي هبط السروال ويقلبوك داكشي قلت لي الاولى سي المدير ودرت ودخلت كساجين الغرفة قبل ما ندخل إلياس موجود اللي شاف شومبر عارفيني جاي هما والبارح شاف شومبر الدراري كاع وقفوا 20 واحد شومبر فيها 5 متر على 3 بالطواليت حاشاكم كلشي وقف باطمان داخل إلياس هنا بلاصة بغيتي حتى هو شاف شومبر إلياس هاك الكابيتان أقسم بالله العلي العظيم وعشت مع الدراري أحسن عيشة ساليت البرنامج وأنا باقي مساليت أحسن عيشة الماكلة ولينا 20 واحد كنشاركوا الماكلة ونديروا طنجيات ونطيبوا وناكلوا مع بعضياتنا واللي عنده ياكل واللي ما عندوش ما ياكلش ما بغيتش ندخل معكم في المشاكل والمضاربات اللي كنت كندير واحد النهار كانت عندي المحكمه عند قاضي التحقيق الجلسه الثانيه جيت ويجي عندي واحد الهبيل مسكين ود تازا كبير عنده شي 50 عام جا ويجبد من جيبو جبد سنه قلت لي ديال اش هادي يا بو ابراهيم ويقول لي ضربني داك الدري ود كازا اللي يلا جابو واحد الدري ود كازا عنده شي 20 عام قبيح كله فروايات قبيح قال لي ضربني طيح لي سنه وانا نقول له راه ديك السنه مشيتها في جيبي اقسم بالله العلي العظيم حتى دقيقه جبت لبا عبد الرحمن اللي قلت لكم جبت لي سنه البيضاوي قلت لي ها سنتو تا هو واحد النهار انا جاي ندير اليمينوط في يدي وفي رجلي وجاي واحد الدري ود اسفي قبيح اقسم بالله ترجعت كل دم وعندي مينوط في يدي وفي رجلي واحد النهار جات واحد حقوق انسان من الصبليون المديره هبلت عليا قالت لي هذا بريء من وجهي بين زعما وقالت لي هذا زوين وكاين تريني مع حد تما باش كنعمر قلعه سيدي علي ديال الماء وقلعه اخرى وكنبدا نتريني بين بارفيك سكر وما كانش البرد سخون تما كاين السخون ما كاينش الماء ديال الروبيني بارد ولا ثلاجه ولا وغنشاهيو الدراري بهاد الحلقه اللي درنا فيها شي نص ساعه نكملوا الحلقه الجايه على فاش مشيت ترونسفير لمول البرقي وفاش مشيت ترونسفير لوجده وفاش تلقاوني مدخل كارت الرامي ممنوع الدخل ونكمل لكم الحلقات من بعد الدراري واش غنقول لكم سمحوا لينا اخطانا وسيروا ديروا شي قلوه في حياتكم حيت باش تبقى تطلع 30000 مع 4 الصباح رانا نهضروا دابا ونحيدوا هاد القلاوي كامل ديال التمرقين وديالي انا وديال اللايف الدراري اللي كيدير شي قلوه في حياته ما يبقاش مقابلني غدا سير قرا غدا سير حفاظ لا عندك شي خدمه دايره عندك شي لونطري ما دايره ما تبقاش مقابلني انا حتى 4 الصباح 30000 مغربي يقول لك هذا كيضرب الشباب سيروا قراو ديروا شي قلوه سير دير شي قلوه ما تبقاش مقابلني انا راه ما والو انا راه نقدر نهبط هبيل نعس نقدر غدا ما تبقاوش تشوفوني بحال انكوني سيروا الدراري ديروا شي قلوه في حياتكم ونبغي نشوفكم نتوما احسن مني سمعتوا وعاود الدراري يكونوا مدركين يلاه تهلاو في راسكم باقي بالي ما ناش مازال الدمع فيني كنزور راسي علاش فيا انا وماشي في غيري باقي بالي